ودلوقتي بقى نشوف آخر أخبار الرياضة وآخر مرة في هذا الصباح لهذا اليوم. نقول صباح الخير على زميلتنا يارا مجدي. صباح الخير عليك يا يارا. صباح الخير يا دعاء مرة تانية، وصباح الخير على المشاهدين. أهلا بكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار الرياضية. مباراة مجنونة ومثيرة. وصل الثنائي أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف ألانيا سبور وطارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي إلى معسكر منتخب مصر المقام في برج العرب بالإسكندرية. كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن قائمة اللاعبين لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و27 من سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية. يدرس مسؤول النادي الأهلي الاكتفاء بالصفقات التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع كل من شادي حسين ومصطفى سعد ميسي من سيراميكا والبرازيلي برونو سافيو من نادي بوليفار البوليفية. يبحث مسؤول النادي مع السويسري كولر المدير الفني للفريق موقف الصفقات الجديدة بعد أن طرح البعض فكرة الاكتفاء بالصفقات الثلاث وتأجيل ضم صفقات جديدة إلى بعد انتهاء انتقالات الصيف. اعتذر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي عن عدم الاستمرار مع الفريق الأول بسبب خفض راتبه الشهري بعد يوم واحد من توليه مسؤولية تدريب الفريق. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين PSL السكواش الأسبوع الجاري تصنيف اللعبة للرجال في السكواش، حيث حافظ البطل المصري علي فرج بطل العالم ولاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للشهر الرابع على التوالي، فيما جاء النيوزيلندي بول كول في المركز الثاني. وفي سياق مواز ولكن للسيدات، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA التصنيف الجديد للاعبات. حافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالي منذ تقدمها للصدارة في أبريل الماضي. يأتي تصدر نوران بعد تصدر نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة التصنيف والتي امتدت لنحو 17 شهرا متتالية منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي. مشاهدينا، إلى هنا انتهت أخبارنا الرياضية.